رجالة، أنا عارف إن ده أهم جزء كنتوا مستنيينه عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط لما الدكتور بيجي يكشف عليه، بس قبل ما أبتدي الفيديو عايز أقولك إن الحوار عادي جدا، مفيش أي حاجة من الإشاعات اللي بتسمعوها، والنهاردة أنا جاي أقولك على كل حاجة بالظبط عشان ما تسمعش كلام الإشاعات بتاعت الناس. النهاردة أنا جاي أتكلم معاك من أول ما بتكشف على نظرك لحد ما تدخل أوضة الجراحة. برضه عشان تبقى معانا على الخط ما تنساش تشوف الفيديوهين اللي فاتوا بتوع الجيش عشان تبقى فاهم إحنا بنتكلم فيه. دلوقتي يا سيدي زي ما قلنا في آخر فيديو أنت بتاخد الباركود بتاعك وبتروح مظلة تستنى فيها. بعد كده بيقول لك يلا هنقف طابور عشان ندخل أوضة الكشف الطبي. أنت على الباب لو معاك قلم هيقول لك ارمي الأقلام عشان ممنوع تدخل بيها، بس أوعى ترمي القلم اللي معاك عشان بعد ما تخلص الكشف الطبي هتحتاج القلم ده عشان تكتب حاجات. فطبعا مش هيبقى معاك قلم ساعتها فهتضطر تشتري منهم قلم، عشان كده بيقول لك ارمي القلم هنا، بس لو معاك قلم حطه في الحافظه بتاعتك اوعى ترميه عشان ده هتحتاجه. بعد ما تدخل جوه اول كشف هتقابله هو كشف العيون، طبعا هو مش فاضيلك عشان يقعد كل واحد على الكرسي ويبتدي يكشف على عينه، هو هيوقفوا كلكم جنب بعض هيشاور على رسمه معينه، لو انت شايف الرسمه دي هتقول هي مفتوحه في اي جهه، لو مش شايفها هتقول له يا دكتور انا مش شايف، والدكتور برده هيسال الناس حد عمل عمليه في عينه ولا لا. وما تقولش لو عامل ليزك يعني عشان هيهزقك. نصيحه بقى من اخ لاخوه، لو انت فعلا مش شايف الرسمه قول ان انت مش شايف، لو شايفها اوعى تستهبل عشان لو حطك مع اللي هيكشف عليهم هيحط لك قطره هتكرهك في اليوم كله. ايا كده انت لو نظرك بلس 5 ان شاء الله ان شاء الله هتاخد اعفاء من الجيش، وحتى لو ما خدتش اعفاء اعمل تظلم في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع في الثامن في التاسع في العاشر لحد ما يتقبل. ده معناه ان انت لو ليك حق ما تسيبوش، عشان انت لو دخلت مركز التدريب والله العظيم هتتعب وفي الاخر هتطلع يافا بعديها. طب وليه من الاول ما تخشوا مركز التدريب؟ والله العظيم هتترحموا على ايام الهايك ستيب وهتقولوا ان هي اهون 100 مره من اللي هتشوفوه هناك. نرجع تاني للكشف الطبي، وبعد مرحله العيون هيبتدي ياخد الناس اللي ما شافتش العلامه هيقعدهم على جنب، والباقيين هيوديهم على اوضه الجراحه. الناس اللي هياخدهم على جنب هيخليهم يفلقسوا ويبتدي يجي يحط لهم قطره في عينيهم. دي هتكررك في حياتك عشان هي بتوسع قاع العين، وده هيخليك تكره اليوم كله بصراحه. نيجي بقى لاوضه الجراحه واكبر اشاعه في الجيش كله. بعد ما تخلصوا كشف العيون هتبتدي تروح اوضه التغيير عشان تغير وتقعد بالبوكسر او بالشورت بتاعك. مش لازم تبقى لابس كلوت ابيض خالص، ممكن تبقى لابس بوكسر، ممكن تبقى لابس شورت، بس يعني ما انصحكش بالشورت، فالبس بوكسر عادي محدش هيتكلم معاك. بعد كده هتروح تقف في طابور عشان تدخل اوضه الجراحه، ولما تدخل اوضه الجراحه هتقف صفين قدام بعض. الدكتور هيبتدي يسالك على كام حاجه، اللي عنده امراض زي كذا وكذا وكذا وكذا، فانت لو عندك حاجه من الامراض دي بصوت واطي كده تروح للدكتور، يا دكتور انا عندي كذا ومعايا الاوراق. قول له ان انت عندك كذا ومعاك الاوراق، بس مش تطلع كده يا دكتور انا عندي بواسير في نص الناس، شكلك مش هيبقى لطيف خالص. لو عندك حاجه بصوت واطي بكل احترام روح للدكتور وقول له انا عندي كذا. لو ان شاء الله كل الناس سليمه هيبتدي يدخلكوا حوالي تمانيات ويوقفوا جنب بعض، وهيقول لكم كلكم تغموا عينيكم، بعد كده يقول لكم نزلوا البوكسر. اما تنزل البوكسر هيبص على العضو عشان يشوف في مشاكل ولا لا، ولو في خصيه واحده او لا. غير كده ما حصلش معايا حاجه تانية يعني، لف فلقس وطي الكلام ده ما حصلش، بس هو بيحصل، بس يعني انا معايا ما حصلش، ومع الناس زمايلي برده ما حصلش. بعد ما تخلص اوضه الجراحه هتطلع تقف في طابور، هيوقفكم كلكم جنب بعض لمده ربع ساعه نص ساعه مش فاكر الفتره بالظبط. بعد كده هيبتدي يسالكم حد عنده تقوس او عنده حاجات تانية، انا مش فاكر الحاجات دي بالظبط، بس هو هيبتدي يوقفكم ويقول لكم حطوا رجليكم جنب بعض وتفردوا ايديكم لقدام عشان يشوف حد عنده ليون زياده او حاجه. بعد ما تخلصوا الكلام ده هتروحوا للدكتور عشان يبتدي يختم لكم ان انتوا لايقين او مش لايقين. بعدين بقى هتروح عشان تعمل تحليل دم، حوار مش مؤذي قوي او مؤلم قوي زي ما انت فاكر، ودي هتبقى اخر حاجه في الكشف الطبي الا اذا انت ما كنتش شايف اللوحه بتاعت النظر في الاول. لما تخلص بقى كل الكلام ده هتبتدي تروح الاوضه دي تاني عشان تستنى الدكتور يجي يكشف على عينك. دكتور النظر بيبقى معاه جهاز بيقعد يعديه على الناس كلها عشان يشوف قاع العين هل فعلا هي متدمره ولا لا، عادي الشخص ده بيستهبل، اللي بيستهبل هيخليه يرجع، اللي عينه فعلا فيها حاجه هيخليه يقعد ويستنى. كده انت خلصت الكشف الطبي كله، هتبتدي بقى تخرج تروح الكانتين بتاعك هتاكل حاجه تشرب عصير عشان الدم اللي اتسحب منك عشان ما تحصل. عايز اطول عليكم اكتر من كده، فاضل جزء واحد ويبقى انا كده شرحت لك الكشف الطبي من اول يوم لاخر اليوم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وقول لي رايك في الكومنتس تحت عشان انا استفيد واحسن من محتويات الفيديو بتاعك، واعمل شير لاصحابك عشان يشوفوه ويبتدوا يتعلموا لو هم داخلين الجيش، او حتى لو عندهم فضول يعرفوا ايه اللي بيحصل وانت داخل الجيش. اهم حاجه عشان تشوف باقي الفيديوهات اعمل سبسكرايب للقناه.